السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا، وين الاتحاد الجزائري والتونسي يدرسان قرار الغاء مباراه الوديه. هي شكرا للاتحاديه الجزائريه وعلى راسهم يعني منير دبيشي وكلش، شكرا لهم لاظهروا بان كاين مباراه وديه يعني، والدالي دوحة الإلغاء هذه سوف يتم من دالي دوحة، وسوف يتم يعني توضيح يعني وين يدير لك ما ننجموش وروحنا الديزويت وعاودنا ولينا، رغم أن يعني كل منتخبات تستدعي 26 لعاب تاع عندك مباراة يعني، وغادي نقولوا بلي غادي تروح. هذه هي الحقيقة، والناس كانوا على بالك كي كانوا يديروا، كانوا هما يلغوا ضربه تاع ما نلعبش مع غانا، ما نلعبش مع البرازيل، ايوا يخرجوا ناس يعطوا توضيحات ويعطوا يعني ويدرقوا على واحد ويخرجوا باللي الاتحاديه هي اللي فشلت، ما نجموش يجيبوا حتى مباراه للمباراه وديه. شو ها حنا نعرفوا بلي اي منتخب عنده 26 لعب يعني، يلعبوا لك لعب ايكيب تي ولا ايكيب دوزيام ايكيب كونتر اوغندا ولا دبر راسك، اوكي تجي هنا عندك دوزيام ايكيب ولا يديروا دوز ايكيب، علاه تعيط 23 لعب؟ علاه يديروا 23 لعب ولا 6؟ دروك هم يديروا 26 لعب، علاه هم يديروها؟ يقولوا لنا انتم تعرفوا خير منا، هذه مباراة ودية قادر 35 لاعب تعيط طلعة، تخلي الناس لنا، تخلي مع اونترينر مع محضر بدني ولا تخليهم هنا يترينو يراخرو، تا تروح تلعب كي تجي هذوك اللعابة ينجمو يروحو وهذو تلعب بهم تسيبيهم نورمال، علاك خايفين؟ حنا نشكر ونقولها ونعاودها، انا نشكر الاتحادية الجزائرية، واليوم الصحافة يعني الإعلام المأجور وين يريد توضيح يعني يعطي زعما يوضح لك بلي المباراه وما نجموش ومنا تعذرات، يديروا تعذرات دوك يساهموكم ويقنعوكم بلي تعذرات، بصح نتوما قدامنا تقنع بلي كاين اعتذارات يعني ما ينجموش وكلش، لازم تفهم بلي اي منتخب يعيط 26 لعاب، كي دايرين 26 لعاب؟ الفيفا دارت 26 لعاب ولا الاتحاد الافريقي دار 26 لعاب، علاه دارها؟ دارها يعشق فيك، دارها باش عندك يكون عندك لي شوا، تلعب ماتش وتجي تلعب ماتش واحد اخر، عندك يكونوا عندك لعابه ارهاق تاع اللعابه، ترسل ليكيب وتلعب ليكيب ولا يقعدوا يديروا بلاص وما تدخلهمش ولا، هذه هي اليوم راه يقول لك خاطش باش تتهموها نقولها لكم ونعاودها لكم. من نهار الاول دالي دوحه كانت فارزه على ذاك اللي قال لكم كاين رخص باش اللعابه يفطروا رمضان، وكان باقي 10 ايام الكاس العالم، قال لكم الماتش الفيفا غادي تراسلنا الماتش يتعاود، يعني كانوا فارزين من ديالي دوحة فارزين عليه ما يحطش في السيت تاع الاتحادية، ما يحطش في السيت تاع الاتحادية. استداروا توانسة هما اللي فضحوا كلش، توانسة فضحوا كلش باللي كاين ماتش هاوين تاوين، توانسة عطاو كاع لي ديتاي، نورمالمون حنا نعطو لي ديتاي، حنا اللي غادي نستقبلو، حنا الولا نديروها عندنا، بصح حنا ماشي حنا الولا درناها. انا باش تعرفوا بلي عندنا اتحاديه يعني في دالي دوحه هي اللي تقرر. يا مات الولا كانوا يحشوكم يكذبوا عليكم، ها مصر ها البرازيل دوموندات 3 ملايين اورو، ها غانا رفضونا ما بغاوش يلعبوا معنا، روح تلبع روح 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 ولبتو، جيبوا تي تلعب معكم، جيبوا شيشل ولا ايكيب، جيبوا كارتي يلعب معكم، جيبوا كانوا انا نهار اللي قلت لكم بلي كانوا يحوسوا بيجيبوا الاخرى كسموها سيراليون ما امنتوناش، مي قلت لكم بيجيبوا سيراليون ما امنتوش، كذبتونا مي قلنا لكم بيلعبوا مع سيراليون، كانوا يحوسوا يجيبوا سيراليون ولا يجيبوا، المهم ايكيب اللي مكاش، المهم ايكيب مكاش، المهم تاع الحمد لله تاع 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 يبان بلي عندكم كابيلو ويبان عندكم منظومه يعني، ما انا نقول لكم
وين يستعني المنتخب الوطني الجزائري نشاطه من جديد في شهر جوان المقبل لاستكمال باقي مبارياته في تصفيات مؤهلة لكأس أمم إفريقيا، وضمن المنتخب الوطني الجزائري التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة منذ الجولة الرابعة للتصفيات، بعدما يعني حقق علامة كاملة خلال مباراة الأربعة الأولى بالفوز على أوغندا تنزانيا والنيجر. وسيلعب يعني المنتخب الوطني في الجولة الخامسة للتصفيات خارج أرضه أمام أوغندا من جديد يوم 18 جوان المقبل، قبل أن يستضيف تنزانيا في الجولة الأخيرة في سبتمبر القادم. وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم بأن نظيره الإفريقي الكاف قد قرر إقامة المباراة محاربي الصحراء أمام أوغندا في مدينة دوالا بالكاميرون، وبالتحديد على ملعب جابوما بسبب تحفظه على كفاءة الملاعب يعني في أوغندا. وجاء ذلك القرار مفاجئ ليعيد المنتخب الجزائري للملعب، يعني قال لك ملعب الأحزان، يا ودي انتم ما خدمتوش مكان لا أحزان لا والو، قولوا سحور، قولوا لنا سحور، قولوا لنا سحور، قولوا لنا سحور، ما خدمتوش انتم. وشهد خروجي من كأس أمم إفريقيا يعني 2022 وتجريده من لقبه حينها بعد خسارة يعني 3-1 أمام كوتيفوار، وخسارة أمام غينيا استوائية، والتعادل المذل أمام سيراليون، يعني رغم أنه كان مرشح قوي لحصد اللقب، وخاض المنتخب الوطني مباراته الثلاثة في أمم إفريقيا يعني الأخيرة على ملعب جابوما، حيث تعادل في أول سلبيا قبل أن يتلقى الهزيمتين قاسيتين أمام غينيا والكوتيفوار ليودع البطولة في ذيل مجموعته ودون تحقيق أي فوز. كراسينا الدارنية مع غينيا استوائية ومع سيراليون، كراسينا احنا الدارني نقطة باش يكون باش تكون في علمكم. غينيا استوائية دارت ماتش نيل، دارت مع الأخرى، دارت مع كيسموها مع الكوتيفوار اللي احنا ضربتنا بثلاثة. غينيا استوائية داروا مع اللي احنا ضربتنا بثلاثة، هذه هي. كما أعلنت الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف مساء أمس موعد خوض مباراة الجولة الخامسة يعني المؤهلة إلى نهاية 2023 المزعم إقامتها بكوتيفوار عام المقبل 2024. وذكر الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي بأن الاتحاد الإفريقي للعبة الكاف قد حدد تاريخ مواجهة المرتقبة بين الخضر وأوغندا يوم الأحد 18 جوان المقبل بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية. واختارت اللجنة التحكيم التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الطاقم التحكيمي يتشكل من ثلاثي غابوني إدارة اللقاء الخضر أوغندا، وهم فيرار يعني والحكم الرئيسي فورياس مارتيس، يعني كما كاين تونغي باتريس كحاكم رابع الى جانب الانغولي جيرونس يعني دور سانتوس كمساعد اول، ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهه متصدر لجدول ترتيب المجموعه السادسه برصيد 12 نقطه، فيما تحتل اوغندا المركز الثالث برصيد 4 نقاط. يعني ما كيفاش المهم هما المهم دالي دوحه ماشي باغيين يلعبوا المباراه، خوف خايفين. كانوا يقولك بلي بنجيبو كوب، انا رئيس دالي دوحه، رئيس الاتحاديه تاع دالي دوحه، قال انا كي باش نجيبو القاب تحسب بلي نادي. من جهه اخرى مهم مازالت وديه المنتخب الوطني الجزائري ونظيره التونسي مقرره يوم 20 جوان المقبل على ملعب عنابة مهدد بالإلغاء، وجاء ذلك بسبب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برمجة مباراة الجولة الخامسة من تصفيات مؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا بين الجزائر وأوغندا 18 جوان يعني بالكاميرون، أي قبل يعني يومين فقط من موعد اللقاء الودي، وهو ما يعني ضيق الوقت وعدم قدرة على خوض اللقاءين قانونيا في ظرف 48 ساعة فقط. وسيبقى القرار الأخير بشأن إلغاء المباراة وتأجيلها في يد يعني مسؤولين، حيث من المتوقع إصدار خلال أيام مقبلة. وكان المنتخب الوطني قد ضمن تأهله بالبطولة الكان. أقعدوا كما هكا أقعدوا ما تلعبوش ريحوا.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا واللي يمشي ابوني معنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، وربي يحفظكم خاوتي وصعيتو.